الجرافيكي إلى كتابة. مع أكرم خزان. أرحب مجددا بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت. قررت الفنانة والرسامة نيكول دباس تكريس موهبتها لكتابة ورسم قصص الأطفال التي تركز على سلسلة من المغامرات تلعب فيها دور البطولة شخصية كوكي. تستند نيكول في هذه الكتب على تجربتها الشخصية والخاصة في التصميم الجرافيكي، وأيضا على جولاتها في العديد من بلدان العالم، وطبعا الخبرات المتراكمة في هذه البلدان. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير للزميلة ساندرا سعد. اختصاص نيكول دباس هو في الرسم وتصميم الجرافيكس، خاصة للكتب والقصص المصورة، وانتقلت إلى كتابة سلسلة مغامرات للأولاد بطلتها كوكي أو نيكي التي تجول العالم مع هرتها. كوكي هي أنا وصغيرة، وبي بعيط لي كوكي. بقى بتفرجي شوي انا كيف بشوف البلاد لما اسافر على بلد جديد، نظرتي شو اللي انا بحبه. بقى كمان بحط انا كثير اشياء بيرسونال شخصيه بقلب الكتب. بقى كل مغامره بتفرجي انا نظرتي لهيدا البلد وكيف انا شفته وعشته، بس نفس الوقت بفرجي كل الاشياء الاساسيه والمهمه الثقافيه، المناطق المهمه بكل بلد، شو كيف بيتنقلوا بهيدا البلد، شو اللغه اللي بيحكوها، شو الموسيقى اللي بيحبوها، شو الارت اللي عندهم، ايه المعارض الفنون. يعني بعطي فكرة شاملة عن كل بلد. أنا حبيت إنه خلي شوي الولد بالسيتويشن كيف نحن كنا لما كنا صغار، إنه ما كان عنا سيلولار، ما كان عنا الإنترنت، بس بركي شوي شوي أقدر أرجع أزيدها لهالطريقة. يعني هو الجهل التكنولوجي المودرن هو بإصدار الكتاب إنه هي مودرن، وهو تركت شوي جهة الحلم. يعني حلو إنه كوكي بتاخذ البالون وبتسافر، مش تمسك التليفون وبتحكيهم بثانية. مغامرات كوكي في العالم هي للأولاد في التاسعة من العمر وما فوق، ونجد في نهاية الكتاب بعض التمارين التطبيقية التابعة للقصة، وهي طبعت في ثلاث لغات: العربية، الفرنسية والإنجليزية. فيه دراسة كتير انعملت، هو له طريقتين للطبع، الهارد كوبي اللي هي ما فيها دفتر التطبيق، والسوفت كوبي اللي عم تتوزع بقلب المدارس اللي فيه إلا دفتر التطبيق اللي بيسأل أسئلة عن القصة، عن البلد، بقى بيشمل شوية جغرافيا، شوية تاريخ، يعني cultural questions. الأهل هن بيقدروا يقروا كمان لأولادهم، وهذا الشيء بيسمح إنه نتجه لأطفال أصغر كمان. سافرت كوكي إلى لندن وباريس وتركيا وكوبنهاغن، والرحلة المقبلة ستكون إلى دبي بحسب قول نيكول. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت. وهناك اتجاه اليوم لدى العديد من الكتاب والرسامين إلى ترويج القصص والشخصيات النابعة من البيئة والمجتمع العربي، والابتعاد عن شخصيات القصص المقتبسة من الغرب. مشاهدينا، نبقى في فقراتنا المنوعة الفنية، والآن مع فاتن وضيف الفنان العراقي كاظم الرسام. شكرا منى، احييك ومشاهدينا اهلا بكم من جديد. من بلاد الرافدين الى العالم العربي، رحله نجاح حقيقيه حملها ضيف اليوم وهو يشق طريقه بعالم الفن. عاشت ايدك، قافل عليك، وغيرها من الاغاني اللي كانت جواز مروره الى عشاق الطرب العراقي وايضا اغاني. رحبوا معي مشاهدينا بضيف اليوم باستوديو اليوم على الحره، الفنان العراقي كاظم الرسام. اهلا وسهلا فيك باستوديو اليوم على الحره، نورتنا، واكيد موعود منك بموال اليوم.